ترأس سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وفد مملكة البحرين في اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الأربعين، وذلك بمقر جامعة الدول العربية. بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الإرهاب في مدينتي طنطا والإسكندرية وبمشاركة بحرينية فاعلة، بدأت اجتماعات الدورة الأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمقر جامعة الدول العربية، والتي افتتحها وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز. وقدم سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة بالمملكة عرضا لمبادرة مملكة البحرين لتعزيز تواصل الشباب العربي من خلال تطبيق الهواتف الذكية. الآن بالإمكان تحميل التطبيق من المتاجر الإلكترونية المختلفة والمتاحة لمختلف الهواتف الذكية، والمتصفح للبرنامج أو للتطبيق سيتمكن من مشاهدة جميع الفعاليات التي تقيمها الدول، وأيضا تقويم لجميع الفعاليات، وأيضا سيكون هناك خاصية البحث المتقدم. وناقش المجلس مقترحات الأنشطة الشبابية التي تم تنفيذها العام الماضي، ومن أهمها مبادرة مملكة البحرين الداعية إلى تواصل الشباب العربي من خلال تطبيق البرنامج الذي عرضه سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة أمام المجلس، والذي أشاد به الحاضرون. أنا أهنيه على مجهوده الكبير. تطبيق مهم جدا للهواتف الذكية والكمبيوترات لمتابعة الأنشطة العربية الرياضية والشبابية. أنا أبارك له هذا المجهود، وأبارك المملكة البحرين بوجود مثل هذه العقليات الممتازة. وأكد سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة أهمية هذا البرنامج من أجل دمج الشباب العربي في الفعاليات العربية. اليوم تم تدشين إحدى هذه المبادرات، وهو تطبيق الهواتف الذكية اللي بيتم تجميع فيها جميع البرامج اللي تقدمها وزارات وحكومات دولنا العربية للشباب. يستطيع من خلالها الشاب أنه يتعرف على جميع البرامج من خلال هذا التطبيق على الهواتف الذكية. وخرجت توصيات اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لتأكيد الدعم العربي للملتقيات والمهرجانات العربية الشبابية وتنفيذ الأنشطة التي تم تأجيلها الفترة الماضية. هكذا انتهى اجتماع مجلس وزراء الشباب والعرب في دورته الأربعين بمقر جامعة الدول العربية بمشاركة فعالة وناجحة من مملكة البحرين، وتقديم مبادرة نالت إعجاب الجميع لتعزيز تواصل الشباب العربي داخل الوطن العربي. شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين من داخل مقر جامعة الدول العربية القاهرة.